هذه هي معالم مدينة الكسوة الحديثة، مدرعة عسكرية هنا تطئ بقدمها الثقيلة أرض المدينة الريفية القائمة على أكتاف العاصمة، وقناصة هناك تتمركز على أسطح المباني العالية هدفها رأس كل مطالب بالحرية، بينما كاميرات التلفاز تتحرك جيئة وذهبا برفقة أجهزتها الأمنية، وهي التي تصف نفسها بأنها تصور الوقائع كما وقعت والأحداث كما حدثت. أصوات القصف هذه تقطع الهدوء الحذر الذي تعيشه المدينة، تشوبه بين كل حين وآخر أصوات مجلجلة لحركة الدبابات والأليات التي ترابض على مفارق الطرقات وتشل أي أثر للحياة اليومية، ناهيك عن كثافة لا تبدو بالطبيعية لباصات الأمن والشبيحة. يقول السكان أنهم يجوبون المدينة بسيارة مدنية ويطلقون النار من بنادقهم بهدف ترويع الأهالي وبث الرعب في نفوسهم، كما يقومون بحملات اعتقال طالت العديد من شبان الكسوة وصل عددهم إلى المئات. مدينة الكسوة التي هتفت مطولا لكل المدن والبلدات السورية المحاصرة بالموت فداء لها تدفع الثمن غاليا اليوم، وكأن لسان حالهم يقول هل من مجيب لنا؟ يأتي الرد سريعا في المساء من أقاصي غربي العاصمة وجنوبها وقلبها، يخرج المتظاهرون ويرددون شعارات النصرة ويرفعون اللافتات التضامنية مع الكسوة في كل من حي القدم وعرطوز والقابون. أيضا في كفر سوسة المشهد يتكرر، هنا تصفق الأيادي لتتناسب مع الهتافات الصادحة من حناجر الأحرار ليسمع صداهم من خرج من مسجد الأشمر في حي الميدان الدمشقي، ولسانهم يقول جئناك يا دمشق، جئناك يا عاصمة الحرية.